لا انا معاك، انا سامعني؟ معاك في هذه الاثناء. زميلي محمد هينضم لنا احد افراد الجاليه المصريه والعربيه الموجود هنا في بريتوريا وفي مقر فريق اقامه النادي الاهلي لمسانده ومؤازره النادي الاهلي. في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، عايز اتعرف بحضرتك واعرف حضرتك جاي منين، من جنوب افريقيا بالتحديد. انا اسمي احمد رفعت، احمد الاقرع، جاي من مدينه ايست لندن، ايستن كيب، 1200 كيلو، جاي نشجع النادي الاهلي بكل قوه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى بالتوفيق. بعد ما كسبنا ماتش في القاهرة ندعو من الله سبحانه وتعالى نكسب ماتش غدا، ونقول يا رب يسر الحال يا رب. عايز اسال حضرتك، يعني بقالك كام سنة هنا في بريتوريا في جنوب افريقيا؟ انا بقالي 15 سنة في جنوب افريقيا. يعني شايف في حرص من حضرتك النهارده على استحباب لأسرة حضرتك للحضور ومساندة ومؤازرة النادي الاهلي في هذا اللقاء؟ والله طبعا يعني في ناس بتيجي وفي ناس تعرف طبعا جنوب افريقيا والوضع بتاعها، بس معظم الناس يعني مبسوطه والناس كلها كويسين، كل الناس بتيجي يعني. وبندعو من الله سبحانه وتعالى الفوز بكره ان شاء الله، ولان فريق صن داون مش سهل وبيلعب على ارضه حلو قوي، بس احنا ان شاء الله بعد الهدفين اللي حصلوا في القاهره، كابتن علي معلول وعندنا ناس جامده واحمد فتحي وصالح جمعه ورمضان صبحي، لعيبه جامدين بسم الله ما شاء الله يعني. نادي طيب فاروق، وانت مع ضيفك زميلي محمد الصاوي حابب يوجه لحضرتك سؤال. معاك محمد، سنة اتفضل. في جنوب افريقيا شايف النادي الاهلي ازاي؟ عايز اشوف عيون النادي الاهلي في مصري موجود في جنوب افريقيا لمده 15 سنه. زميلي محمد صاوي بيسأل حضرتك، يعني وجودك لمده 15 عام في جنوب افريقيا، شايف الاهلي في عيون جنوب افريقيا او في عيون المواطنين في جنوب افريقيا او في عيون افراد الجاليه المصريه والعربيه ازاي؟ ده حاجه ديت معقوله على طول يعني. النادي الاهلي ده اصلا، النادي الاهلي ده اصلا يعني العالم كله بيتكلم عليه، من اكبر الانديه في افريقيا. وغير كده كمان ما تمشي في اللوكيشنات وتمشي في المناطق بتاع جنوب افريقيا وخصوصا المنطقة السمراء يعرفون الأهلي جيدا، وكلهم بيتكلموا عن الأهلي إنه هو بطل أفريقيا، ده قاعدة معروفة يعني. طبعا في بداية كلام حضرتك قلت لي جاي من مسافة 1200 كيلو، أعتقد النادي الأهلي يستحق مننا طبعا. ده الأهلي يستحق طبعا إن أنا أسافر له 2000 كيلو مش 1200 كيلو، وخاصة النادي الأهلي ده فريق عظيم يعني، وبنحبه طول عمرنا يعني، وبنديه كل العائلة يعني ما عدا واحد بس، عمي محمد يعني. هو احنا كلنا متفائلين، انت متفائل؟ طبعا ان شاء الله خير وربنا ييسر الحال يا رب، وبالتوفيق بكره ان شاء الله، وان شاء الله هنفوز ان شاء الله. بس بندعو برضك ان كل الجماهير الموجوده، في بناشد كل الناس الموجوده المصريين في جنوب افريقيا، نتمنى منهم يجوا غدا بكره، لان فريق صن داون مش سهل خالص، وخصوصا لما بيلعب على ارضه، وهم بيلعبوا كمان في المنطقه في بريتوريا السوداء، بيبقى بيحشدوا جماهير على اعلى من الجماهير يعني، على طول هم بيروحوا في المكان ده عشان خاطر يحشدوا كل الجماهير بتاعتهم. ان شاء الله حضرتك موجود معانا وكل المصريين معانا ايضا. يعني هيتفضل معايا الاستاذه مي، احد افراد الجاليه المصريه والعربيه الموجوده ايضا هنا في بريتوريا اللي بتساند وتؤازر النادي الاهلي. استاذه مي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، لا صوت يعلو فوق صوت اللقاء، قولي لي بقى حضرتك استعديت اللقاء ازاي؟ مبدئيا ان شاء الله يعني احنا متواجدين هنا في الفندق، والفرقه والبعثه بتاعه النادي الاهلي، يعني احنا شايفين في حماس موجود بشكل كبير جدا، شايفين الناس مستعده. خلينا نقول كمان ان يعني احنا عملنا جيم حلو قوي في مصر، ان شاء الله باذن الله يكون جيم حلو قوي كمان هنا في جنوب افريقيا، واحنا يعني احنا مش عايزين بقى نقول تعادل، لا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب، لان احنا النادي الاهلي هو اللي بيفرح جماهير مصر كلها، فان شاء الله يكون الاهلي هو الكسبان باذن الله. اثناء المران الاخير للنادي الاهلي في استاد لوكاس موريبي كان لي لحضرتك عباره شهيره ان شاء الله تتحقق باذن الله، قلت ان شاء الله الاهلي يكسب 3-1. لا ده ان شاء الله باذن الله، انا بقولها ان شاء الله، يعني احنا مش عايزين طبعا نقاطع، بس باذن الله الاهلي 3-1، وباذن الله ان شاء الله بكره مصر كلها تفرح، لان الاهلي هو مصر والاهلي بيمثل مصر، واحنا كلنا داعمين للفريق الاهلي وكلنا موجودين وراه ان شاء الله. ميرسي جدا. زميلي محمد بروح بقى لعاطف المصري. عاطف،
اخبارك ايه الاول؟ الحمد لله تمام، الحمد لله تمام. مستعد للمباراه؟ ان شاء الله، وجايين نشجع الاهلي، وان شاء الله انا كان نفسي اشوف الكابتن الخطيب حلم حياتي. ان شاء الله النادي الاهلي بكره يفوز ويشرفنا، وان شاء الله نصعد، عشان نفسنا بصراحه نصعد، نفسنا ناخد بطوله افريقيا تاني ان شاء الله. عايز اسالك انت جاي منين؟ من جنوب افريقيا بالتحديد؟ يعني ساعه ونص من هنا، من منطقه اسمها لانيزيا، فساعه ونص من جاي من هنا عشان اشوف النادي الاهلي، وعشان اتفرج على التمرينه، وعشان اشوف الكابتن الخطيب، وعشان ادي روح معنويه للعيبه ان شاء الله، اللي هم ربنا يكرمهم بكره باذن الله، وان شاء الله نصعد باذن الله ونفرح مصر كلها ان شاء الله. شكرا يا استاذ عاطف، وبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي. شكرا حضرتك.